جمهورية الكارتة. تحقيق النهاردة في تحقيقاتنا الصحفية والقصص بتاعتنا، نروح معاكم لحاجة موجودة ناس كتير جدا حاسة بيها بس ممكن تكون مش فاهم العالم ده ماشي ازاي. التحقيق ده موجود لزميلنا محمد محسوب في اليوم السابع، العنوان بتاعه جمهورية الكارتة. سائقون يشكون بلطجية يديرون المواقف، والأبيج فلوس أو مخدرات، البلطجة وقعدات العرب بيحددان معلم الموقف، غالبية العاملين مسجلين خطر، محلية البرلمان، الدولة تخسر 6 مليار جنيه سنويا بسبب الملف ده. إيه القصة وإيه الحدوتة؟ نروح مع زميلنا على طول محمد محسوب. صباح الفل يا محمد، أولا تسلم إيدك، ثانيا قول لي إيه الحكاية دي. صباح الفل على حضرتك يا أستاذتنا وعلى استاذتك الكريم. صباح الفل، قول لي الحكاية إيه؟ الحكاية إن في أشخاص وأصحاب كارتة بيأسسوا كارتة أو بيدشنوا كارتة في مناطق معينة، بياخدوا فلوس طوعين، هي فلوس غير شرعية. مقابل ده إن هم بيخلوا السواقين بيركبوا الزبائن بمقدار مالي أكبر. بيزودوا الأجرة يعني. بيزودوا الأجرة على الناس. وبيجي بلطجيه برضو بيحاولوا ان هم ياخدوا منهم المواقف دي يشتروا عليها. بيحكم او بتحكم القعده، بيعملوا قعدات عرب وبتحكم القعده دي للاقوى فيهم. بعد بلطجه من الجانبين وكل جانب يستعين ببلطجيه. المتضرر الاكبر من الموضوع ده الدوله اولا، ثانيا المواطن. احد النواب تقدم بمشروع لتنظيم الكارتة ده وقال ان هو هيكسب الدوله سنويا على الاقل حوالي 6 مليار جنيه، لكن المشروع ده وجد فيه شبه تعارض دستوري مع قانون اخر تقدمت به وزاره النقل، فتم يعني استبعاده، نقدر نقول استبعاد. السرشيت الداخلي لمحافظه القاهره ما فيش فيه كارثه نهائيه، وعلى الرغم من ده احنا بنشوف ناس بتجمع كارثه وبدون اي اصطلاح. نيجي على السرشيت بتاع محافظه القليوبيه. انا كنت تصريح من مدير السرشيت بتاع القليوبيه ان هو قال ان لما تولى المسؤوليه فوجئ ان غالبيه العاملين في السرشيت مش عايزين نقول مسجلين خطر، نقدر نقول لديهم سجلات إجرامية يعني أو سجلات جنائية. فبيبقى يعني تعاملهم مش كويس، بياخدوا فلوس طول الوقت، هم بيجمعوا المبالغ دي بدون إيصالات. يعني بيجمع مبلغ، هو محدد له مبلغ في اليوم، تجمع 1000 جنيه 500 جنيه وبعد كده بقيت المبلغ اللي بيجمعه بياخدوا دي. هم بيجمعوا يوميا آلافات ده والبلطجة، وبمقابل ان هم كمان ما بيبقوش المفترض ان هم رقيب على انفسهم، لكنهم مش في الحقيقه هم مش رقيب، هم السائقين بيزودوا الاجره بمزاجهم مقابل ان هو كمان هياخد، هيبقى ليه نصيب كبير من الزياده دي. يعني لو الاجره ب 4 جنيه هو بيسيبه بيتحملها بخمسه، لانه هياخد نفر، هياخد 5 جنيه. فكله بيربح من ورا الموضوع ده، وفي النهاية الدولة تخسر والمواطن يخسر. أنا بشكرك يا محمد، تسلم إيدك. زميلنا محمد محسوب صحفي باليوم السابع جايب رصد كده نسميه بقى قصة وتحقيق وحدوتة كده عن جمهورية الكارتة، المواقف والأسرار الخاصة بالموقف، ولما تقروا الموضوع تستغربوا من كم التفاصيل اللي موجودة في عالم كبير، عالم خطر جدا، عالم خفي جدا وغامض بالنسبة لنا كمواطنين وكناس عاديين. وبالتأكيد إن شاء الله كل الحاجات اللي بنسلط عليها الضوء دي أكيد الدولة عندها خطوات فيها، ليها شكل معين، ليها وقت محدد. إحنا بنبقى عايزين الحاجة تخلص بسرعة، كل حاجة عشان تتنفذ بتاخد وقت، لكن المميز في اللي بيحصل في مصر دلوقتي ان احنا بنبني في كل الاتجاهات، مش ماسكين ملف واحد. فان شاء الله قريبا هذا الملف يكون فيه ضبط اكتر من كده فيه. خليني اخرج بقى من محمد محسوب زميلنا والتحقيقات والقصص الصحفيه، واروح معاكم سريعا لسؤال في الدين، واحد من المشايخ، واحد من القساوسه في صباح دريم. احلى صباح في مصر.